ديالي في الفريق في الاتحاد المغربي للشغل بالتنسيق مع جامعة الوطنية العامة للطاقة التنظيم هذا اليوم الدراسي حول الموضوع. أنا في حقا عندي جوج الملاحظات مرفوقين بواحد واحد الإحساس. بلورة مستوى التحولات الطاقية في المغرب دون الرجوع إلى الفاعلين في الميدان، واش هو مقصود إبعاد الشريك الاجتماعي، إبعاد المجتمع المدني، إبعاد أطر المتخصصين داخل المكتب الوطني للكهرباء، واش هو مقصود من طرف الجهات المعنية اللي كتبلور هذه التحولات ولا هذه المشاريع؟ سؤال كبير. السؤال الآخر، بلورة النموذج التنموي الجديد كذلك دون الرجوع إلى الفاعلين في القطاعات المعنية، هل هو كذلك مقصود؟ واش كنبعدوا الناس المعنيين باش نديروا اللي بغينا؟ هذا تساؤل كبير داخل هذه البلاد اللي خاص الإجابة عليه. الإشارة بملاحظة بالنسبة لهذه المشاريع كاملة، الوقت اللي كنمشيو لها في واحد القطاع معين كنلقاوها شبه كوبي كولي، بحال المشروع ديال التحولات، بحال النموذج التنموي، بحال نفس المخرجات ونفس المقترحات ونفس الملاحظات. إذا لماذا إعادة صياغة هذه المشاريع بنفس الطريقة؟ ما كاينش فيها جديد. الإحساس الذي نحسه من خلال الإبعاد ديال هاد الفاعلين في هاد الميادين المختلفة، يعني الفاعلين اللي هما مركزيين، كنحسوا كأن هاد الناس الذين يعني ينتجون هاد المشاريع ويبرورون هاد المشاريع، وكأنهم يعتبرون هؤلاء الفاعلين بأنهم محجورون عليهم. واش الناس كيعتبروا بأن الأطر ديال المكتب الوطني للكهرباء محجور عليها، ولا الشريك الاجتماعي محجور عليه، ما عندوش حق يبدي الرأي ديالو ويدير الرأي ديالو رسميا، ماشي من خلال الهوامش ومن خلال الايام ومن خلال كذا، يبديه رسميا في لقاءات رسميه. اشكركم والسلام عليكم.